منار القيس بتقدم أغنية جديدة لإلها بعد ما حققت انتشار واسع ونجاح حلو مع أغنياتها السابقة كمان. نرحب بمنار. مرحبا منار، يا هلا شادي، كيف حالك؟ الحمد لله. شو كيفك؟ انا شو بتلعبي مع اخبارك؟ الشباب لعبة شطرنج؟ ما بديت الشباب يفهموها غلط للأغنية، طب انتبه. فهمينا، احكي لنا شو يعني موقف. نحن بنحب جنس آدم وهم بيحبونا اكيد. بس شو بتقولي انت بالأغنية، موقف المرأة او موقف الصبية دائما كيف بيكون بالعلاقة ولا كيف؟ صح، انا هون يمكن فيك تقول حكيت باسم الصبايا. 90% من نساء مجتمعنا. شو المشكلة؟ بحكي لك الرجل بده يتسلط؟ طبعا. مجتمعنا الشرقي هيك، شو ما بدنا نعمل. هي الأغنية عن جد بتحكي عن كل امرأة بمجتمعنا العربي، فيك تقول. ما قلت لك إذا مش الكل، يعني 90%. المرأة اللي ما بتقبلش حدا يتحكم فيها، يرسم شخصيتها كيف هو بده. يعني بالنهاية أنا بهالغنية حبيت أوصل رسالة إنه المجتمع، إنه ظالم المجتمع للمرأة؟ والأمرأة، إنه الأمرأة بحد ذاتها إلها كيانها وإلها شخصيتها. بالنهاية مش رح تقبل أكيد إنه حدا يرسم شخصيتها كيف هو بده. فمشان هيك حكيت بالأغنية إنه حوا مش لعبة شطرنج بتحركها كيف أنت بدك. طب قولي لي هالأغنية ليش عجبك كلامها؟ يعني صار إشي معاكي هيك بالواقع ولا بتشوفي نماذج كتير هيك من العلاقات اللي فيها الصبية بتكون مظلومة؟ صح، بشوف نماذج كثير صراحه. ما بكذبش عليك شادي، انه كل بنت مرت بتجربه بحياتها او بعلاقه حب يلي كان الشخص اللي مقابلها يتحكم فيها او ممكن يحاول يغير لها شخصيتها. فاني مريت بعلاقه بس هي الاغنيه اجت هيك بالصدفه من خلال حديثي انا وشاعر اللبناني علي الاخلصي، بدي اوجه له تحيه من هون عبر قناه مكان. انا وياه اصدقاء بالاساس، وعرض علي هو هالكلام، هو عرض علي كثير اغاني صراحه، نعم، كثير كلمات بس اغاني هالكلمات شدتك، الكلام شدتني واللحن كثير. شدوك؟ وانا عم بحكي معه قلت له وقف وقف هالغنية بدي هي، يعني دغري كثير كثير لفتني الكلام. حلو. توزيع علي زلزلي كمان لبناني. توزيع علي زلزالي من لبنان. ايه، صورنيها هيك ليريك فيديو خفيف، والحمد لله الغنية عم تلاقي اعجاب من الناس، بالذات من البنات. من البنات بيتضامنوا مع الكلمات. مع طب انه احكي لي شو حملة رضوى الشربيني هاي؟ شو بدك توصلوها لرضوى ايه والله. الشربيني انه تحكي عنها ولا ايش؟ ما فهمت. انت بتعرف رضوى الشربيني يعني غنية عن التعريف، صحيح، هي عاطل مع وهالموضوع دائما المرأة، بتحكي عنه، هي موضوع المرأة. هي عاطل مع المرأة ومش ضد الرجل. رضوى مش ضد الرجل، ولا اني ضد الرجل ولا اي مرأة هي ضد الرجل، بس هي عاطل هيك بتحكي معاناة اغلب النساء بمجتمعنا، النساء المظلومات واللي بعينه من انه حدا يتحكم فيهم. نعم، شو قصة رضوى فحسيت هيك، الشربيني؟ حبيت انه الاغنيه توصل لرضوى الشربيني. حسيت انه يمكن هي تحب معناتها، يمكن تعجبها تنشرها عندها، ما بعرف. وصلت ولا بعد؟ لا، بعد ما زبطت. ان شاء الله بتشوفها للاغنيه ان شاء وبتوصلها. الله. ان شاء انت الله. طبعا قدمتي اغاني حلوه، هالاغنيه كيف شايفيتها مع الناس مقارنه بالاغاني اللي سبق قدمتيها مع تامر نفار والتعايا امل وطبعا طبعا بحبك، كيف شايفي؟ الصراحة بعد ما فيش قارن شادي، لأنه الغنية ما صارلش يومين نازلة، جديدة إيه شوي شوي عم بتبلش الناس تعرفها وتحبها. كل شخص عم يسمع الغنية كثير عم يحبها، ومش بس النساء على فكرة، كثير عم يجيني رسائل كمان من الشباب إنه الأغنية صارت إدمان بالنسبة لهم، يعني كثير حبوها. يعني الشباب عم بتحبها للأغنية، بس بدك بالواقع. بالواقع اللي يتغير بتقولي، ما تكون لها تأثير، كلمات تأثر. احنا كنا طبعا معاكي بشهر رمضان ببرنامج شو على الطريق، وغنيتي كمان الأغاني الطربية الحلوة، فبنختم معاكي هاللقاء هيك بأغنية من هالبرنامج وأغنية تانية لك. شو حابة نسمع؟ يا مسافر وحدك ولا صبابين الشاي؟ يلا نعمل يا مسافر وحدك. يا مسافر وحدك، يلا. محمد عبد الوهاب بنسمعها، وبنسمع كمان أغنية من أغنياتك. شو حابة نسمع؟ يلا مين قدي طبعا بحبك اللي بدكم اياه. تمام. شكرا شادي. شكرا منار، تحبي تقولي كلمه للمستمعين؟ يسعدك، بدي اشكرك كثير شادي على شكرا. اهتمامك على طول باعمالنا، انك عم توصل كمان كلمتنا وصوتنا لكل احنا طبعا مبسوطين فيكو عشان عم تنتجوا وبتقدموا لنا اغاني حلوه وبتنافسوا صرتوا كمان اسماء مهمه بالعالم العربي، هذا شيء كثير حلو. شكرا كثير شادي. شكرا شكرا منار القيس، بالنجاح دائما. الى اللقاء. يسعدك، شكرا كثير. باي باي. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك وفاق.